بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير طلابنا وطالباتنا الأعزاء اليوم بإذن الله تعالى راح نأخذ حنا وياكم اللي هو موضوع العمليات على العبارات الجذرية الجزء الثاني طبعا طبعا مقررنا اللي هو مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول لطلاب أو للمرحلة اللي هي الصف الثاني ثانوي إن شاء الله راح نختم حنا وياكم هذا الدرس بعد ما اخذنا الدرس اللي هو السابق بنفس العنوان. آه طبعا فكره الدرس في اللي هو العمليات على العبارات الجذريه اللي هو الدرس الخامس معانا في الباب الرابع، آه فكره آه اللي هو الحصه السابقه انه انا كنت ابسط العبارات الجذريه. اليوم الفكره اللي راح ناخذها نحن وياكم اللي هو كيفيه جمع عبارات جذريه وطرحها وضربها وقسمة اللي هو هذه العبارات الجذريه. راح ناخذ ان شاء الله اللي هو الفكرة الثانية اللي موجودة عندي في الاسفل. بداية راح ناخذ اليوم ملخص المفاهيم بالنسبة لتبسيط العبارات الجذرية. طبعا تكون العبارة الجذرية في ابسط صورة. كيف انا اخلي العبارة الجذرية على ابسط صورة؟ إذا تحققت جميع الشروط الاتية. الشرط الأول: إذا كان دليل الجذر ان أصغر ما يمكن. لازم يكون عندي الدليل اصغر شيء اوصل له في مين؟ في التبسيط، اذا هذه الخطوه رقم واحد. الخطوه الثانيه: اذا لم يتضمن ما تحت الجذر عوامل غير العدد واحد، يعني اثنين ثلاثه اربعه وهكذا، يمكن ان تكتب على صوره قوى نونيه لعدد صحيح او كثيره حدود، هذه الخطوه رقم اثنين، اذا لم يتضمن ما تحت الجذر كسورا، ممتاز ما في كسور داخل مين الجذر. واخر شيء عندنا اذا لم توجد جذور في مين في المقام. دائما لما يكون عندي في جذر في المقام انا راح اتخلص منه بطريقه اللي هو ضرب المرافق او انطاق اللي هو مين المقام راح يبين عندنا ان شاء الله كله في مين في الامثله اللي راح ناخذها احنا آه راح ناخذ اليوم ان شاء الله مثال رقم ثلاثه اللي هو ضرب العبارات الجذريه وهذه اول فكره عندي موجوده في درس اليوم. هنا يقول لي بسط العباره الجذريه 5. الجذر الثالث أو الجذر التكعيبي لسالب 12. أي بي أس الأربعة مضروبة في ثلاثة الجذر التكعيبي للعدد 18 أي تربيع بي التربيع. أول ما أبدأ حل هذا السؤال إخواني وأخواتي الطلاب راح أكتب السؤال مثل ما هو أساوي لو نلاحظ خارج الجذر بالنسبة للجذر الأول والثاني موجود عندي خمسة وموجود عندي كم؟ ثلاثة. والعملية اللي بينهم عملية مين؟ عملية الضرب فأنا راح أضرب مين؟ الخمسة في الثلاثة وأحطها وين؟ خارج أو برا الجذر نجي بعدين نشوف اللي داخل الجذر لو نلاحظ هذا اللي هو سالب 12A بي أس الأربعة كتبته داخل الجذر طيب الحين هنا عندي عملية الضرب هذه عملية الضرب اللي هي هذه وش اللي موجود داخل الجذر التكعيبي الثاني 18 اي تربيع بي راح احط خطوط عشان نفرق بينهم شوفوا اذا وش اللي سواه هنا كتب الجذرين كلها في جذر واحد بدل ما كانت عندي على شكل جذرين لا خلاها في جذر وين او في جذر واحد طيب نشوف الحل طبعا هنا 5 ضرب الثلاثة كلنا نعرف إن 5 ضرب الثلاثة يعطيني كم 15 مضروبه في الجذر التكعيبي الحين سالب 12 لو تلاحظون شوفوا ايش صارت معي سالب 2 اس 2 ضرب الثلاثة كيف صارت بالشكل هذا اللي هو طريقة التحليل طبعا 12 نقسمها على 2 يعطيني 6 اقسمها على 2 يعطيني 3 الثلاثة اقسمها على الثلاثة يعطيني كم؟ الواحد إذا ال12 عبارة عن 2 اس 2 ضرب الثلاثة ليش قلنا 2 اس 2؟ لأنها مكررة مرتين إذا شوفوا معايا 2 اس 2 ضرب الثلاثة السالب لأنه العدد عندي هنا سالب إذا عرفنا كيف نجيب اللي هو العدد 12 بالنسبة للأي راح تنزل مثل ما هي الـ البي أس 4 راح تنزل مثل ما هي طبعا هذا قلنا كله اللي هو العدد سالب 12 بالنسبة لل 18 نفس الطريقة راح أقسم على 2 يعطيني التسعة أقسمها على الثلاثة يعطيني الثلاثة والثلاثة أقسمها على الثلاثة يعطيني كم الواحد إذا 18 عبارة عن 2 في 3 أس الاثنين لو تلاحظون معايا شوفوا 18 صارت اثنين ضرب ثلاثة تربيع والأي تربيع والبي تربيع تنزل مثل ما هي إذا وش اللي أنا سويته هنا حللت من الأعداد ليش حللت الأعداد راح نشوف السبب الحين بعد قليل هنا لو تلاحظون معايا السالب اثنين أو السالب ينزل مثل ما هو ما عندي فيه أي مشكلة خلاص الخمسة عشر اللي قبل هذا ما راح يكون فيه تبسيط حالياً أنا راح أبسط اللي موجود داخل الجذر التكعيبي، فالسالب ينزل هنا اثنين أس اثنين مضروبة في اثنين وهذه أسها واحد، قلنا دائما في ضرب الأسس أو في ضرب اللي هو الشكل هذا نجمع الأسس إذا كان متشابه إذا نجمع من الأسس وكان عملية ضربة إذا اثنين أس اثنين ضرب اثنين أس واحد يعطيني اثنين أس ثلاثة شوفوا اثنين أس كم الثلاثة بالنسبة للثلاثة هذه أسها واحد هل في مثيل لها؟ نعم اللي هو ثلاثة أس كم؟ أس الاثنين إذا أس واحد واثنين نجمعهم يعطيني كم؟ ثلاثة أس الثلاثة ممتاز نجي للأي هنا الأي أس واحد وهنا أي تربيع الواحد والاثنين يعطيني تكعيب إذا أي أس الثلاثة نجي البي طبعا هنا أربعة وهنا عندي اثنين أربعة زائد الاثنين يعطيني كم؟ الستة إذا متى نجمع دائما إذا كانت الأساسات متشابهة وبينما عملية الضرب نجمع مين الأسس وهذا أخذناه في درس سابق هنا لو تجون تركزون معي الحين هنا تكعيب وهنا تكعيب وهنا تكعيب وهنا أس والدليل عندي اللي هو كم الثالث <applause> راح أخذ كل عدد وأحطه داخل مين جذر بالحاله يعني الجذر التكعيب اللي تسار باثنين أس ثلاثة طبعا 15 تنزل ها بعدين مضروبة هذا الضرب الجذر التكعيب لثلاثة أس ثلاثة ممتاز بعدين الأي تكعيب الجذر التكعيب لها بعدين البي أس 6 الجذر التكعيب كم لها إذا إيش سوينا وزع إيش الجذر التكعيب بالنسبة للموجود داخل الجذر وش اللي راح استنتج الحين طبعا هنا الثلاثة راح يطير مع التكعيب ينزل عندي سالب اثنين والخمسة عشر تنزل هنا التكعيب بيطير مع الجذر ينزل لي الثلاثة هنا الأي أس ثلاثة وهنا اللي هو الجذر التكعيبي راح يطيرون مع بعض بالنسبة للستة هي عبارة عن كم؟ عن بي تربيع الكل أس كم؟ الكل أس ثلاثة فأنا لما أجي أطير التكعيب مع الجذر التكعيبي راح ينزل لي البي تربيع إذا أنا أحاول بقدر المستطاع أني أخلي الأس نفس من نفس الدليل عشان أطيرهم معه بعض وش الخطوة اللي بعدها خلاص راح أضرب ال 15 في سالب 2 يعطيني سالب 30 سالب 30 أضربها في 3 يعطيني سالب 90 وتنزل الأي A تربيع إذا هذا طريقة أو طريقة حل أو تبسيط اللي هو العبارة الجذرية بالنسبة لضرب العبارات الجذرية خلونا مع بعض نأخذ مثال ثاني عندي هذا المثال يقول لي بسط العبارات الجذرية الآتية أو بسط العبارة الجذرية الآتية هنا لو نلاحظ أول شيء موجود عندي ستة وهنا موجود عندي كم؟ أربعة إذا أنا إيش راح أسوي؟ راح أضرب الستة في مين؟ في الأربعة طبعا هنا الجذر عندي اللي هو الجذر التربيعي قلنا راح نأخذ ما بداخل الجذر ونكتبه هنا العملية اللي بينهم عملية الضرب هذه الضرب وراح أخذ ما بداخل الجذر الثاني واحطه في نفس الجذر بدل ما يكون عندي جذرين لا احطها في جذر واحد وهذه ما استخدمها القاعده الا اذا كان لها نفس الدليل وراح نشوف الحين بعد بعد قليل كيف نحل الامثله وكيف نعرف ان الجذور متشابهه طبعا 6 ضرب الأربعة راح يعطيني 24 طيب الثمانية صارت 2 أس 3 كيف؟ قلنا طريقة التحليل يعطيني اللي هو 2 4 2 نقسمها على اثنين، والاثنين نقسمها على اثنين، يعطيني واحد، إذا الثمانية عبارة عن اثنين أس الثلاثة. شوفوا، اثنين أس كم؟ أس الثلاثة. الاثنين هذه طبعا أنا جيت حطيتها هنا بجنب الاثنين، راح نشوف السبب بعد قليل. السي تكعيب راح ينزل، والسي هذه راح تنزل هنا، أحاول إني أجمع إيش؟ الأشياء المتشابهة بجنب بعض. طبعا العملية اللي بينهم كلها اللي هي عملية الضرب. آه طبعا هنا عندي دي اس 5 وهنا دي اس ثلاثة راح نكتبهم جنب بعض، الاثنين هنا ما يمديه يتحلل لانه عدد اولي، دائما الاعداد الاوليه لا يمكن ايش تحليلها، خلاص تكون جاهزه يعني. فخلاص عندي 2 اس 3 وهنا اس الواحد راح يصير عندي اللي هو 2 اس الاربعه. هنا عندي سي اس 3 وسي اس الواحد يصير عندي سي اس الاربعه، وعندي دي اس خمسة ضرب دي اس ثلاثة نفس الاساس وعمليه ضرب لازم نجمع مين؟ الاسس يصير عندي دي اس ال8 وعشرين تنزل مثل ما هي وش الخطوه اللي بعد كذا راح اخذ الجذر التربيعي للاثنين 2 اس أربعة واضربها في اللي هو الجذر التربيعي لسي اس 4 وراح اضربها في الجذر التربيعي لدي اس كم ال8 وعشرين 24 تنزل مثل ما هي طبعا هنا الاثنين 2 اس 4 والدليل عندي اثنين بامكاني كتابتها بهذا الشكل 2 اس اثنين الكل اس اثنين طبعا الاثنين هذه راح تطير مع اللي موجوده برا فعندي اثنين اس اثنين راح يساوي لي العدد اربعه بالنسبه للسي نفس الطريقه راح اخليها سي تربيع الكل اس اثنين لانه لو جيت ضربت الاثنين في اثنين راح يعطيني الاربعه هذه فهنا التربيع بيطير مع مين؟ مع الجذر راح يبقى لي اللي هو السي تربيع بالنسبه للدي راح يصير عندي دي اس الاربعه الكل اس اثنين. خلاص الحين راح يطير عندي الاثنين مع مين مع الجذر راح يبقى اللي هو الدي أس الأربعة وهذه أربعة وعشرين آخر خطوة عندي راح أضرب الأربعة وعشرين في الأربعة راح, أت... راح أجد أنه الناتج يعطيني ستة وتسعين سي أس الاثنين دي أس الأربعة هذا بالنسبة ليش لتبسيط اللي هو الضرب بالنسبة للعبارات الجذرية أه نجي الحين اللي هي خاصية أو معرفة إيش هي الجذور المتشابهة. إيش معنى جذر متشابه؟ الجذر المتشابه لازم يكون للجذر الدليل نفسه وما تحت الجذور نفس المقادير. لازم نفس الدليل ونفس المقدار. نشوف أمثلة. زي هذه. هنا لو تلاحظ الدليل عندي اثنين اللي هو الجذر التربيعي. ايش اللي موجود داخل الجذر؟ ثلاثة بي وهنا ثلاثة بي، انا اللي يهمني ايش الدليل واللي داخل الجذر اللي داخل الجذر نفس المقدار انا ما علي من الاربعه اللي برا لانها خارج الجذر انا اللي يهمني الدليل وما بداخل من الجذر اذا هذه متشابهه ليش لانه لها نفس الدليل اللي هو الجذر التربيعي وما ما داخل الجذر عندي اللي هو الثلاثه بي نجي للجزئيه الثانيه هنا غير متشابهين ايش السبب هنا لو تلاحظ عندي الدليل ثلاثه وهذه جذر تربيعي لا هنا اتفقنا احنا قلنا لازم يكون نفس الدليل فإذا راح تكون عندي غير متشابهة نيجي لآخر واحدة عندي هنا الجذر التربيع هنا الجذر التربيع ممتاز متشابهين لكن المقدار اللي داخل مو زي بعض هنا ثلاثة بي هنا اثنين بي فإذا راح يكون عندي المقدار اللي داخل مو نفس بعض فإذا راح تكون عندي غير متشابهة إذا متشابه عندي اللي هي باللون الأزرق خلونا نشوف خلونا نشوف مع بعض اللي هو المثال أربعة اللي هو تبسيط أو جمع العبارات الجذرية وطرحها ندخل الحين في الجمع وطرح من العبارات الجذرية السؤال يقول بسط العبارة الجذرية جذر 98 ناقص 2 جذر 32 هذه حنا لو حسبناها بالآن بيطلع الجواب معي على طول لكن حنا نبغى نحسبها ذهنيا كيف راح أحسبها؟ ممتاز أول طريقة راح أسويها راح أنزل نفس السؤال وأساويه ممتاز وش اللي راح اسويه الحين؟ راح احلل ال 98 نقسم على اثنين يعطيني اللي هو تسعة وأربعين ال 49 وش العدد اللي يقسمها؟ اللي هو السبعة طيب إذا قسمت ال 49 على السبعة يعطيني السبعة والسبعة ما راح أقسمها إلا السبعة يعطيني الواحد إذا ال 98 عبارة عن سبعة أس اثنين مضروبة في كم؟ في الاثنين شوفوا الجذر للعدد 2 مضروب في 7 اس 2 اللي هو نفس اللي كتبناه في التحليل نجي لل32 طبعا ناقص 2 ناقص 2 الجذر التربيعي لل32 ال32 هي عباره عن كم نقسم هذه على 2 يعطيني اللي هو 8 نقسم على 2 يعطيني 4 نقسم على 2 على 2 يعطيني الناتج 1 اذا هذه امس او في درس سابق حلينا مثال مثلها طبعا هنا ال2 إذا ضربتها في اثنين يعطيني أربعة وإذا ضربت الاثنين في الاثنين يعطيني أربعة وراح تبقى الاثنين بالحالة ليش أنا حطيت عدد تربيعي أو حطيت الأربعة مرتين عشان بعدين لما أفك المسألة أقدر أطيره مع الجذر فإذا هذا اللي هو الجذر 32 عبارة عن الجذر التربيعي لأربعة تربيع ضرب كم؟ الاثنين نيجي نكمل المسألة خلاص راح أخذ السبعة أو الجذر التربيعي لسبعة تربيع بالحالة وراح اخذ الجذر التربيع الاثنين بحاله طبعا هذول بينهم عمليه ضرب شوفوا بعدين راح انزل ليه علامه مين الناقص وش اللي راح يصير الحين طبعا هذي اثنين راح تنزل الجذر التربيع لأربعة تربيع بالحاله والجذر اللي هو التربيع للعدد اثنين بالحاله خلاص راح افك هذه طبعا هنا التربيع يطير مع مين مع الجذر يبقى لي السبعه طبعا السبعه ضرب جذر اثنين يصير سبعه جذر اثنين ناقص الاثنين هذه طبعا هنا عندي الجذر التربيعي الاربعه تربيع راح يطير التربيع مع الجذر يبقى لي مين؟ الاربعه طبعا هذه بينهم عمليه ايش؟ ضرب مضروبه في جذر كم؟ اللي هو الاثنين فاذا ايش راح يصير عندي الجواب؟ يصير عندي سبعه جذر اثنين ممتاز ناقص اثنين ضرب الاربعه يعطيني ثمانيه ثمانيه جذر اثنين هنا لو نلاحظ عندي بالنسبه للجذر نفس الدليل ونفس مين؟ المقدار، ايش هو المقدار؟ انه داخل الجذر اثنين وهنا داخل الجذر عندي كم؟ اثنين وهذا جذر تربيعي هذا جذر تربيعي، الحين يمديني اقول انه سبعة ناقص ثمانية يعطيني سالب واحد والجذر اللي هو التربيع للعدد اثنين ينزل مثل ما هو. إذا متى أجمع وأطرح؟ إذا كان نفس الدليل ونفس مين؟ المقدار. هذا بالنسبة ليش؟ لمثال رقم أربعة، ناخذ مثال آخر طبعًا هنا السؤال يقول لي بسط اللي هو أربعة جذر الثمانية زائد ثلاثة جذر مين الخمسين؟ قلنا راح نأخذ الثمانية ونحللها. إذا حللت الثمانية راح يطلع عندي الجواب اللي هو اثنين أس الثلاثة. ممتاز. بعدين زائد، هذه زائد. الثلاثة تنزل. جذر الخمسين عبارة عن خمسة اثنين ضرب اثنين. هذه خمسين. إذا حللتها أقسمها على اثنين يعطيني خمسة وعشرين. خمسة أقسمها على خمسة يعطيني الواحد إذا نشوفه خمسة أس اثنين ضرب مين؟ الاثنين خمسة أس اثنين ضرب الاثنين وش الخاصية اللي بعد كذا؟ هنا الاثنين والثلاثة راح أفكها بحيث أنه يصير عندي اثنين أس اثنين وهنا اثنين أس كم؟ الواحد ليش؟ لأنه هذه جذر تربيعي عشان بعدها لما أنا أجي أطير اللي الأس مع الجذر يكون الأس زوجي تمام؟ ليش؟ لأنه الدليل زوجي هنا الخمسة أس اثنين ضرب اللي هو الاثنين تنزل مثل ما هي الشيء الوحيد اللي أنا فكيته اللي هو اثنين أس كم الثلاثة الحين أجي أوزع الجذور الأربعة تنزل جذر التربيعي الاثنين تربيع ينزل مضروب في الجذر التربيعي للاثنين أس واحد نزل شوفوا صار بالحاله زايد زايد الثلاثة الجذر التربيعي الخمسة تربيع صارت بالحالة مضروبة في الجذر التربيعي للعدد اثنين بس فكيت ايش الاعداد وحطيت كل عدد داخل جذر طبعا هنا التربيع راح يطير مع مين؟ مع الجذر وينزل عندي العدد اثنين. هذه جذر اثنين خلاص تنزل مثل ما هي لا يمكنني تبسيطها. زائد زائد الثلاثة بتنزل، الخمسة تربيع، التربيع بيطير مع مين؟ مع الجذر ينزل عندي العدد خمسة، وجذر اثنين ينزل بالخارج. أربعة ضرب اثنين ثمانية، يصير ثمانية جذر اثنين، زائد ثلاثة ضرب خمسة، 15 جذر كم؟ الاثنين الحين لو نلاحظ شوفوا انا حاط لكم اياها باللون الاحمر نفس المقدار ونفس الدليل اذا يمكنني جمع من الاعداد اللي قبل 8 زائد 15 يعطيني 23 جذر الاثنين هذا بالنسبه ليش لجمع الجذور آه نجي للضرب كذا بشكل سريع طبعا هنا عندي الضرب راح نستخدم الخاصيه اللي هي خاصيه التوزيع شوفوا معايا كذا. طبعا راح ناخذ اللي هو الجزء الاول. طيب. عندي هذه ضرب العبارات الجذرية. قلنا راح نستخدم اللي هو خاصية التوزيع. يعني راح آخذ اللي هو أربعة جذر ثلاثة وأضربها هنا مرة، وأجي أضربها وين؟ في السالب ستة. شوفوا، أربعة جذر ثلاثة مضروبة في ثلاثة جذر اثنين، زائد أربعة جذر ثلاثة مضروبة في سالب ستة، شوفوا. بنفس اللي انا راسم لكم اياه باللون الاحمر بعدين علامه الزايد خمسة جذر اثنين اضربها في ثلاثة جذر اثنين خمسة جذر اثنين في ثلاثة جذر اللي هو الاثنين بعدين خمسة جذر اثنين اضربها في سالب ستة زائد خمسة جذر اثنين ضرب سالب ستة راح نبسط المسألة أربعة ضرب ثلاثة يعطيني كم؟ يعطيني 12 والجذر اللي هو ثلاثة في ضرب جذر الاثنين راح يعطيني الستة ونشوفه بعد شوية أو بعد قليل عندي أربعة ضرب سالب ستة سالب أربعة وعشرين وهنا في جذر واحد بس اللي هو الجذر للعدد ثلاثة خلصنا من هذا الجزء هذا هو تبسيطه نجي لهذا خمسة ضرب ثلاثة راح يعطيني خمسة عشر هنا جذر اثنين ضرب جذر اثنين يعطيني جذر اثنين تربيع لأنه مكرر مرتين بعدين عندي خمسة ضرب سالب ستة يصير سالب ثلاثين والجذر اثنين تنزل هنا اخر خطوة عندي 3 ضرب 2 راح يعطيني اللي هو الجذر للعدد 6، اذا 12 جذر 6 ناقص 24 جذر 3 زائد 30، كيف جات ال 30؟ هنا لو طيرنا التربيع مع الجذر راح ينزل عندي عدد 2، اذا ضربت ال 2 في 15 يطلع لي مين؟ ال 30 سالب 30 جذر 2 تنزل مثل ما هي، هنا لو نلاحظ عندي المقادير الموجودة داخل الجذور غير متسابعة أو غير متساوية، فإذا هنا خلاص هذا هو التبسيط. عندي هذا المثال راح نستخدم قلنا ايضا خاصية التوزيع راح نضرب الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني يطلع عندي بهذا الشكل خلاص راح نضرب الاعداد 6 في 2 12 و3 في 5 يعطيني اللي هو جذر 15 6 في 4 24 3 في 2 6 سالب 5 في سالب 5 راح اجد انه الجواب يعطيني في الاخير كم؟ يعطيني سالب 10 في كم؟ جذر خمسه سالب عشرين جذر اثنين اخر فقره عندي اللي هو القسمه وهذا اخر مثال عندي راح انتهي منه هنا اثنين على جذر الخمسه ناقص الواحد اذا كان عندي في المقام جذر لازم اضرب في المرافق ايش هو المرافق نفس ما هو موجود بالمقام بس غير اشاره المنتصف فشوفوا معايا اثنين على جذر خمسه ناقص الواحد اضربها في جذر خمسه زائد واحد على جذر خمسه زائد الواحد نفس الكلام خاصية التوزيع 2 ضرب جذر 5 2 جذر 5 زائد 2 في 1 يعطيني 2 جذر 5 في جذر 5 جذر 5 تربيع جذر 5 في 1 يعطيني 1 جذر 5 سالب 1 في جذر 5 سالب 1 جذر 5 سالب 1 في موجب 1 يعطيني سالب 1 راح اجد انه الحدين اللي في النص بيطيرون من بعض لانه هنا موجب وهنا سالب وبالنسبة للبسط راح ينزل مثل ما هو هنا عندي 5 ناقص الواحد يعطيني العدد 4 لو تلاحظ في هذا المثال انه انا طيرت الجذر من المقام واصبح عندي وين في البسط وصار عندي المقام بعد التبسيط طبعا هنا نقسم الاثنين على الاربع يعطيني اللي هو جذر خمسة على اثنين ونقسم الاثنين على اربع يعطيني واحد على اثنين هذا بعد التبسيط بهذه الفقرة يكون انا انتهيت من جمع وضرب وطرح وقسمة العبارات الجذرية اتمنى ان شاء الله ان وصلت لكم المعلومة بشكل سهل وبسيط أه نشوفكم ان شاء الله في حصة اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته